العظيم الذي غدا يستحي جمعين تنظم جمعية دعم مركز تربية وتكوين حفلا تكريميا للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هي الشجاعة العاملة العالمة ربة البيت المؤمنة الصدوقة الحنونة. ألف شكر وشكر وعرفان للمرأة. إذن ارتأت جمعية دعم مركز التربية والتكوين بهذا الحي حيما رشاد أن تحتفل كباقي الجمعيات بهذا اليوم العالمي للمرأة لنكرم نساء هذا الحي. ولا يفوتني أن هذا الحفل بشراكة مع جماعة زايو مشكورة. وهذه المناسبة نرحب بجميع الحاضرين. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. لدعم مركز التربية والتكوين وترنم منخرطين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باعتباره محطة تاريخية توجت نضال المرأة ضد الظلم والقهر والتهميش بجميع أشكاله، وهو وقفة اعتراف وامتنان للمرأة التي جدت وكدت لتراهن أنها تشكل حقا نصف العالم بعد سنوات من الكفاح، وكذا فرصة لتقييم الإنجازات والمكاسب وتقويم وإصلاح مكامن الخلل والانتكاسات ووضع البرامج والاستراتيجيات للنهوض بأوضاع المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ونحن مسيرو مركز التربية والتكوين نبعث بأحلى التهاني وأزكى المتمنيات وأبهى الورود لكل نساء العالم عامة والمرأة المغربية خاصة، راجين من الله أن تكون سنة 2019 سنة نجاح وازدهار ورفاهية وتتويج لجهودهن وتحفيزهن بإقرار المناصفة. فلا ننسى أننا وجدنا نحن كذكور، وجدنا من طرف نساء، من طرف أمهاتنا، فالأم هي التي أرضعتنا بحليبها، وهي التي علمتنا أبجدية الحروف،
وهي التي تنقلت معنا بين بين المنزل والمدرسة ونحن في السنوات الابتدائية، وكذلك انتقلت معنا إلى السنوات الإعدادية والثانوية والجامعية. إنها الأم هي التي أعطتنا الكل، وبالتالي نسمي هذه المرأة هي كل العالم ليس قسم العالم. وبعد المرحلة الشبابية والعزوبية ينتقل الرجل إلى الحياة الزوجية، فتجد وراءه امرأة كذلك. إذن هذه المرأة دائما تكون وراء هذا الرجل. المرأة كما قلت هي كل العالم، فالزوجة عندما ينتهي دور الأم يأتي دور الزوجة. الزوجة هي المنسق، هي المنسق في حياة الرجل في باقي حياته، تنسق بين الرجل وأولاده، تنسق بين الزوج وعائلته، تنسق بين وظيفته وزوجها. إذن هذه المرأة يجب أن تعطى أكثر مما أعطيت لها أو مما أعطي لها. إذن أخواتي الفاضلات الكريمات، نحتفل بكنا اليوم ونحن في جماعة زايو، نفتخر بكنا أيما افتخار، فأنتن موجودات في وتشكروا من موجودات الجبارة لإحياء اليوم العالمي للمرأة، اللي هو بطبيعة الحال يوم تيكرم وتعطي الأهمية للمرأة في المجتمع. كما تنعرف بان المرأة وصى عليها الدين ديالنا الحنيف، وصى ولات عندها من واحد 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 المكانة جد مرموقة في المجتمع. كما تنقولوا ذاك المثل بان المرأة هي نصف المجتمع والنصف الاخر تربى في الاحضان ديالها هي المجتمع كله. هذا ما تكرس الا الفكرة بان المرأة عندها دور مهم. وكما ولينا تلاحظ في السنوات الأخيرة الدور اللي رتبت على المرأة في المجتمع والمناصب ديال السياسية وإلى غير ذلك من المناصب المهمة في المجتمع. وتنشكر جمعية مرشاد على هذا الحفل، وتنشدوا على أيديهم بحرارة، وتندعمهم إن شاء الله في المستقبل القريب في أنشطة في هذا المجال. شكرا. خالتي عائلتي، فأنت تاج فوق رأسي، من أجلك أنت حاضر، أنا حاضر هذا اليوم، شرفتمونا بحضورنا معكم هذا اليوم. صراحة أنا جيت فرح بحضوري معكم في هذا المكان، وخصوصا أنه مسقط رأسي أو نشأتي وتربيتي. فشكرا للسلطة المحلية لحضورها معنا، وكذلك الممثل نائب رئيس مجلس البلدية، ولا السيدة نائبة رئيس مجلس البلدية، السيد ممثل الوقاية المدنية، المجتمع المدني. ولا يفوتني أن أشكر السادة أعضاء وعضوات الجمعية المسيرة لهذا المركز ومديرتها. فهذا يوم يعني جد كبير، رغم أننا كما سبقوني الإخوان قالوا
نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد أدى الرسالة، بلغ الأمانة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. اللهم يا رب اجعلنا من أتباعه وأحبائه يا أرحم الراحمين. إذا بداية كل شكر وتقدير للجمعية ديال الورشة اللي صفونا هذا النهار، شكر وتقدير العيالات اللي خلاو وليداتهم وخلاو الأزواج ديالهم وخلاو شغالاتهم والتحقوا بنا في هذه الجمعية باش يحتفلوا معنا في هذا النهار إن شاء الله تعالى. إذا كل عام ونساء العالم بخير، كل عالم كل عام ونساء المسلمات بخير، كل عام ونساء المغرب بخير، كل عام ونساء زايو بخير، وكل عام ونساء مرشال بخير. نسأل الله عز وجل هذه المبادرة الطيبة كل أن الله تعالى يعاونه ويساعدهم في هذا المسار ديالهم. وصراحة أنا فوجئت من دخلت لهذا المركز هذا، لأنني أول مرة كندخلو للأسف، أول مرة كندخلو أولا فوجئت بهذا النظام الجميل والترتيب وهذه الأدوان الجميلة من طرف هذ المسؤولين هذو، فكل الشكر والتقدير. إذا أنا سأضيف على ما قال الإخوان قبلي والأخوات، أقول أن الشأن الديني في المغرب، وهذه مهمتي الآن، الشأن الديني في المغرب أيضا عرف تقدما ملموسا ولله الحمد. أول من صنع المنبر امرأة، جات عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقالت: يا رسول الله هل أصنع لك منبرا؟ فصنعت له منبر. أول من صنع المنبر امرأة، فجلس عليه النبي وخطب، ثم تقدم الرجال وتأخر النساء للأسف. تقدم النساء إلى المنابر، تقدم الرجال إلى المنابر، تقدم الرجال إلى الفتوى، تقدم الرجال إلى الحديث في مكان النساء عن الدين، وتأخرت النساء. ولكن ولله الحمد جاء دورنا، وجاء دور الفتوى